عمار الحين انا عندي كبريت، بس انه تعرف من دون العود حق اللي ولع، فهمت؟ يعني طيب مستعمل، وابي اشغله. شلون؟ ولا عندي ولاعه. حقه في الماوس باد. ليه في الماوس باد؟ عندي كرتون حقه. طيب سبي ما يشتغل، بس انا مشغل من قبل. طيب ابي اشغله مره ثانيه. حط كنترول زد. فلس من عليك. هدي انت شلون تبي تشغله مره ثانيه؟ كبريت كبريت. لازم ناصر اجلدك. يا ربي. انا شبيت منديل ودي اشب فيه مره ثانيه. ترى انت كذا قاعد تقول لي. انت تعرف ايش قصدي؟ لا. شفت الكبريت؟ ايه؟ زرقة فستك يا كلب. اشوى. ها؟ ايوه تولع بعدين يطفى، خلاص ما تقدر تولع مره ثانيه صح؟ ايه انا بيولع مره ثانيه وما معي ولاعه. ما ادري قلت لك كنترول زد. ربي وش